كما كشف وزير الموارد المائية بأن مشروع محطة تصفية المياه بكرمة بوهران يعد تجربة رائدة بالجزائر، لأنه سيسمح بالمرور إلى مستوى تصفية أكثر وأشد دقة. المحطة الكبيرة نتاع الكرمة بوهران أنا أقول تجربة رائدة، لماذا؟ لأن على مستوى هذه المحطة هي من أكبر محطات على مستوى الوطن، عندها قدرة معالجة 270 ألف متر مكعب يوميا، وجدنا درنا تهيئة إضافية للمعالجة الثالثة، لأن كل محطات متواجدة على مستوى الوطن أغلبها تعالج إلى درجة ثانية، والدرجة الثانية تسمح لك باش تسقي إلا الحبوب العلف والأشجار. كي نمشي نحو المعالجة الثالثة معناها مستوى التصفية هو أكثر، هو أرقى، وهذه المياه معالجة إلى ثالثة نقدر نسقي بها حتى الخضروات.